الرقة والجمال مديحة سالم اعتزلت في عز شبابها، فأرسل الله لها ملائكة أخذت بإيدها للسماء. أنا ما بقولش كلام والسلام، هتسمعوا الفيديو هتتفاجئوا قوي قوي من قصة اعتزالها، اعتزلت إزاي وإيه السبب الرئيسي في اعتزالها. بجد حاجة مؤثرة للغاية. يعني زي ما بنتكلم كتير على فنانات، يعني كانوا عبرة لناس كتير، عايزين كمان ناخد من الفنانة مديحة يسري فعلا درس كبير قوي. مديحة أحمد سالم اتولدت 12 أكتوبر عام 1944 وتوفت 19 نوفمبر 2015 عن عمر 71 سنة. قبل ما نكمل الفيديو بتمنى من حضراتكم تدعو لها بالرحمة وبالمغفرة. اتولدت في الزمالك في القاهرة من عيلة محترمة جدا، والدها صاحب منصب كبير، هي ليها أخ وأخت كمان. التحقت بأرقى أرقى المدارس، فعلا دخلت مدارس عالية قوي لأنها كانت إنسانة متفوقة وأهلها كانوا ناس ميسورين. لكن لما والدها اتوفى الظروف اتغيرت قوي، سابت الدراسة لما أبوها مات وهي كان عندها 16 سنة، كانت مخلصة ثانوية عامة. في عيد ميلاد واحدة صاحبتها محمود ذو الفقار اللي هو المخرج اتعرف عليها وشافها اعجب بيها جدا وقال لصاحبتها عرفيني بيها، وبالفعل طلبها للتمثيل. قالت له المهم ان والدتي توافق، وفعلا راح اقنع والدتها بشرط اشترطوا عليه انها ولا تعمل ادوار فيها خدش حياء ولا تلبس لبس عريان. يعني كان المبدأ موجود من البداية. عملت أفلام كتير، أول فيلم ليها بلا دموع مع سناء جميل وعماد حمدي، أخدت أدوار بقى أخت البطلة، البنت الكيوت الرقيقة الحلوة الهادية، فعلا شكلها وملامحها فيها يعني سحر زي ما بيقولوا. كل اللي كان بيمثل معاها كان بيذهل بجمالها واتحصرت دايما في الدور التاني. عملت حوالي 66 فيلم غير المسلسلات، أم العروسة مع عماد حمدي وتحية كاريوكا وحسين وحسن يوسف، وبعد كده عملت من حواء والعريس يصل غدا وحاجات تانية كتير. فرصتها الكبيرة جات لما عملت مسلسل اسمه داليا المصرية، اللي بعدها سنة 82 عملت مسلسل الرجل والحصان مع محمود مرسي. في الوقت ده كان عندها 38 سنة بالظبط. أول ما خلصت تصوير المسلسل لبست الحجاب مباشرة وقالت أنا هعتزل بدون أدنى مقدمات. قالت أنا مش ضمن بكرة، لما فضلوا يقولوا لها طب مثلي لك كمان 10 سنين، قالت لهم هو أنا عارفة إذا كنت هكون عايشة بكرة ولا لأ، أنا خلاص أخدت القرار. اعتزلت لحد 1998، هقول لكم قصة اعتزالها المؤثرة. اتعرض عليها مسلسل ديني، هي وافقت عليه لان المسلسل ده كان مسلسل محترم قوي وهي قالت انا كنت بتابعه. عملت فيه الجزء الثامن والتاسع اسمه القضاء في الاسلام، طبعا كانت محجبة وكان دورها حلو قوي قوي. بعد كده رفضت تكمل في اي مسلسل، حتى لما اتعرض عليها مسلسلات دينية كانت بترفض. لما سألوها اعتزلتي ليه، قالت ولأول مرة سبب اعتزالها. هنعرف سبب اعتزالها وعلاقتها بالشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. هي كانت ساكنة في عمارة فخمة جدا جدا بعد ما اتجوزت، هي بالمناسبة عندها بنت وحيدة اسمها بوسي، وكان وقتها يعني خلاص بقى معتزلة ومش عايزة يعني تمثل، ولكن كان الإغراءات كتير فبدأوا يجروها تاني. يعني بعد ما قالت أنا مش همثل تاني رجعت، وفعلا ما كانتش لسه اعتزلت اعتزال نهائي. العمارة كان ليها بواب وفجأة لقيت واحد تاني، قالت له أمال فين البواب اللي كان قبلك، قال لها راح مكانه هيرجع بعد فترة. بدأ يسألها ويكلمها وهي طالعة وهي نازلة، وهي فتحت ليه المجال في الكلام. بقى يسألها انت رايحة فين، تقول عند دور في فيلم عند دور في مسلسل، انا بشتغل ممثلة وطبيعي ان انا بخرج كتير. كل ما يشوفها يقول لها هو لسه الأوان مجاش، تقول له أوان إيه، يقول لها هتعرفي كل حاجة في وقتها. بعد كده مرة في مرة كل ما يشوفها يقول لها ياريت لو قدمتي حاجة تقدمي حاجة ذو قيمة، يعني حاجة بحجاب كده وانت إنسانة هادية ورقيقة ومحترمة. بعد كده هي كان ليها أخت توأم،
أختها التوأم دي ماتت وهي نازلة على السلم، وقعت على السلم وماتت. الموضوع ده كان عمل للفنانة مديحة سالم صدمة كبيرة قوي في حياتها. لما عمل لها صدمة يعني كان دايما الشخص اللي بقى بواب ده يسألها ويقول لها يا ترى هتبقي مع أختك في الآخرة، أختك شهيدة، يا ترى هتبقي معاها. الموضوع ده بقى يأثر في دماغها كتير جدا جدا، وفضل يقول لها أختك ليها مكانة كبيرة قوي وكلام كتير. بقت لما بتيجي تنام بتحلم بحاجات غريبة، ناس بتضربها وناس بتدخلها النار، وبعد كده ناس بتأكلها حاجات وحشة قوي، خصوصا الليلة اللي بتكون لسه راجعة فيها من فيلم أو مسلسل كانت بتمثله. تعمل ايه بقى علشان ترتاح من كل ده؟ راحت للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، قال لها توبي وسيبي التمثيل دلوقتي حالا وما ترجعيش لي تاني مهما كان. قالت ردت عليه وقالت له طب حتى ممكن امثل حاجات دينية؟ قال لها بلاش نشوف وشك على الشاشة مرة تانية. في نفس الوقت قامت لبست الحجاب واعتزلت تماما تماما وما مثلتش تاني بعدها. لما رجعت لقيت البواب واقف مكانه، لما شافها قال لها هو كده فعلا آن الأوان. في الوقت ده كانت محجبة وخلاص رفضت أي إغراءات، أخدت العربية بتاعتها ومشيت. ولما رجعت ما لقيتش البواب ده مرة تانية وما بقاش ظاهر. راحت تسأل عليه في الغرفة اللي بيبقى قاعد فيها تحت العمارة، محدش شافه محدش يعرفه أصلا. سألت جوزها وقالت له كان في بواب كذا وكذا ومواصفاته كذا، قال لها لا ما كانش فيه أصلا. بعد كده لقيت البواب القديم رجع، ولما سألته فين البواب اللي كان مكانك، قال لها ما كانش فيه حد مكاني، ما فيش حد زي اللي انت بتقوليه ده إطلاقا. بعدها راحت مرة تسأل جوزها تاني طب في واحد جاء يومين ومشي حتى، قال لها لا مفيش. مرة كمان وهي في السوبر ماركت بتاع واحدة صاحبتها، هي وجوز صاحبتها طبعا، الماركت ده كبير قوي، فراحت عشان تشتري حاجات فقابلت شخص معين كده بيشتري حاجة، فاتضح بعد كده ان الشخص ده هو اللي كان بواب العمارة. قالت له انت فين وسبت العمارة ليه ومحدش عارفك، يمكن انت فين يمكن ترجع مرة تانية. قال لها لا انا مش راجع مرة تانية. بعد كده هي قالت يمكن ده شخص نازل من السماء. المهم راحت سألت صاحبتها وقالت لها شفت اللي كان بيتكلم معايا ده، هو ده البواب. قالت لها ما كانش في حد بيتكلم معاكي اصلا. ولما فرغوا الكاميرات، ناس هتقول ما كانش في كاميرات، لا كان في، لان الكاميرات اتصنعت سنة 73 وهم كانوا ناس هاي خالص، فطبيعي كان عندهم كل الامكانيات في السوبر ماركت. بعد كده لقيوها واقفة في تفريغ الكاميرات بتكلم نفسها، قالوا بعد كده ان ده كان ملاك نازل علشان يخليها تتوب، تستاهل التوبة وتستاهل الجمال اللي هي